الشعب يريد إسقاط النظام، شعار لا يزال يردده بعض الشباب المصري الغاضب رغم مرور عامين على سقوط الرئيس حسني مبارك. الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين هي المشهد الأبرز طوال الليل في الذكرى الثانية لتنحي مبارك. فقد أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين أمام قصر الرئاسة، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم. في المقابل رشق الشباب قصر الاتحادية بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ما أحدث حالة من الكر والفر بين الجانبين في شارع المرغني بالقرب من سور القصر، وتمكنت الشرطة من إبعاد المحتجين إلى شارع الخليفة المأمون المجاور لقصر الاتحادية. ويعرب كثير من المصريين عن غضبهم من عدم تحقيق أي من الأهداف الرئيسية لهذه الثورة، وعلى رأسها الحرية والعدالة الاجتماعية. ما جرى في مصر أن شيئا من أهداف الثورة لم يتحقق، وإنما بات الشعب بصدد انفلات أمني، ارتباك اقتصادي، صراع بين القوى السياسية على السلطة والحكم. ومن ثم خرج الشارع يعبر عن غضبه مطالبا بإسقاط نظام لم يحقق في نظر الشارع أي هدف من أهداف الثورة. ويخشى المصريون من حالة انقسام تشهدها البلاد بين أنصار الرئيس محمد مرسي من التيار الإسلامي ومعارضة متنوعة أغلبها ليبرالي ويساري، ومن مطالب المتظاهرين أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور وإقالة النائب العام. كانت مسيرات أخرى توجهت إلى ميدان التحرير، رمز ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق، للتأكيد على أن الثورة مستمرة.